السلام عليكم متابعي قناة استمع للأعزاء. لم يتمكن المنقذون من معرفة ماهية هذا المخلوق المسكين المهمل عندما رأوه أول مرة. شهد منقذي الحيوانات بعض الحالات السيئة من الإهمال وسوء المعاملة، لكن هذه الحالة جعلتهم في حيرة من أمرهم. من الواضح أن الحيوان الذي أمامهم قد تعرض لسوء المعاملة، ولكن ما هو هذا الكائن يا ترى؟ لكن وقبل ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. لم يكن هناك سوى طريقة واحدة لمعرفة ذلك، فبدأوا في إزالة الفراء المعقود. في عام 2014 تم استدعاء منقذي الحيوانات لمساعدة مخلوق غير عادي يتجول في شوارع طوكيو اليابانية. عندما تم العثور على الحيوان الذي كانوا يبحثون عنه، لم يصدقوا عيونهم. كان المشهد الذي قبلهم مزعجا. بصرف النظر عن الوحش المسكين، لم يكن لدى فريق الإنقاذ أي فكرة عما كانوا ينظرون إليه. تم إخفاء الهوية الحقيقية للحيوان الغامض خلف كتل الشعر الكثيف والقذرة. مهما كانت قضيته، فقد تعرض لمستوى مروع من الإهمال. يبدو أن الكائن كان حيوانا أليفا لشخص ما، على الرغم من عدم وضوح هوية المالك. بغض النظر عمن كان من المفترض أن يعتني به، فقد تجاهله إلى حد الإساءة، وفي النهاية تركه في الشوارع. بالنظر إلى الحالة التي كان فيها المخلوق، ربما لم يرى الحب أبدا، ناهيك عن تصفيف فرائه. ونتيجة لذلك أصبح فراء الحيوان كثيفا ومتشابكا لدرجة حجب نوعه. ولكن عندما ساعده المنقذين، تم الكشف في النهاية عن نوعه. تحت المجدر المتعرج والقطع القذرة من الشعر الشبيه بالإسمنت، لم يكن المخلوق غريبا أو مريبا. لقد كان مجرد كلب حرم من الحب والرعاية التي يحتاجها بشدة. بعد ذلك أخذ فريق الإنقاذ الكلب المسكين إلى مأوى الحيوانات. هناك اكتشفوا أن الكلب المجعد كان ذكرا. على الرغم من أن سلالته كانت تزال غير محددة، ولمعرفتها كان عليهم اكتساب محبة الكلب أولا. ولكن لحدوث ذلك كان على موظفي الملجأ الفوز بثقة الكلب. بعد الإهمال الذي عانى منه الكلب، من الممكن تفهمه إذا كان متحفظا وخائفا، لكن الكلب أثبت أن الإساءة لم تحطم روحه، ولمعت شخصية الكلب بين الأوساخ والقذرات التي غطته. من أجل تحرير الكلب من سجنه المشعر، كان الملجأ بحاجة إلى مساعدة الخبراء. تم الرد على النداء من قبل فريق من حلاق الكلاب الذين زاروا الملجأ طواعية. لحسن الحظ، تقبلهم عميلهم الجديد على الفور، وغمرهم بالمودة. وغني عن القول أن العناية بالكلاب ليست مجرد شيء يجعل كلبك يبدو جميلا، لا، إنها عملية أساسية خاصة في سلالات معينة من الكلاب. بعد كل شيء، يمكن أن تحدث مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية والجلدية عندما لا يتم الحفاظ على فراء الكلب. البراغيث والقراد مشكلة لأي كلب، ولكن الفراء غير المصفف هو مأوى للآفات غير المرغوب فيها. لا يعد هذا مصدر إزعاج للكلب فحسب، بل يمكن أن يتطور أيضا إلى مشاكل جهازية أكثر، فيمكن أن يتحول التهيج على سبيل المثال إلى تقرحات يمكن أن تصيب جلد الجرو المخفي. لذلك لم يتمكن المنقذون من معرفة كيفية علاج الكلب حتى رأوا جلده. مع وضع ذلك في الاعتبار، بدأ المصففين في العمل وأعطوا الكلب قصة شعر تقليدية لإزالة بعض الضغط عن رأسه. خاض الشعر المتعقد معركة ضد آلات الحلاقة، ولكن بعد جهد مكثف انتصر مصففي الشعر. كانت كتلة الشعر كبيرة جدا لدرجة أنها كانت تسبب على الأرجح إزعاجا لا يوصف. لابد أن الراحة التي شعر بها الكلب بعد كل هذا كانت مذهلة. واجهت آلات الحلاقة الكهربائية صعوبة عندما بدأ مصففي الشعر في العمل على جسم الكلب. لقد نما الشعر كثيفا هنا لدرجة أنه كان يشبه الصدفة تقريبا، ولم تستطع ماكينة الحلاقة اختراق التشابك.
ومع ذلك وجد الموظفون أن مقصة البستنة أثبتت فعاليتها على الرغم من استخدامها في توبياري، فإن مقصات البستنة صنعت لأيدي الخبراء، لذلك قص المصفف عقد شعر الكلب ببطء وثبات. وهكذا تم الكشف عن قطعة أخرى من اللغز. نعم، اكتشف الفريق نوع الكلب الذي كانوا يعملون عليه. طوال المحنة بأكملها كان الكلب هادئا ولم يحدث أي ضجة. لقد سمح فقط لأصدقائه الجدد بمنحه أهم قصة شعر في حياته. أخيرا أصبح الكلب المدلل سعيدا، والذي كان من المفترض أن يكون دائما هكذا. بينما كان المصففون يزيلون المزيد من الجدال والتشابك، تلاشى وسخ الشارع وقاذوراته. وبعد كل طبقة حصل عميد الكلاب على علاج منتجع تنفيذي وحمام جيد، وانتهى التغيير بتصفيفة أخيرة وحمام. من خلال القيام بذلك كشف المنقذون عن الطبيعة الحقيقية لعميدهم، فالكلب كان من سلالة البودل العادية. تشتهر كلاب البودل بشعرها الرائع، لذا لا عجب من أن الفراء خرج عن نطاق السيطرة. واكتشف أيضا أنه تحت طبقات سميكة من القذارة كان للكلب معطفا جميلا يشبه الفضة. في ضوء ذلك أطلق عليه اسم جيندا، والذي يعني الصبي الفضي. كما قام الملجأ بتحميل فيديو لجيندا بعد علاجه. عاش جيندا الجزء الأول من حياته في سوء المعاملة والإهمال، لكن منقذيه أظهروا له الحب اللازم. بشرا كانوا أو كلابا لا يهم، فنحن جميعا نريد أن نكون سعداء ونقدم يد المساعدة لإسعاد الآخرين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأرجو أنكم قد استمتعتم به. نرجو التكرم بزر الإعجاب الجميل والانضمام لعائلتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس، ولا تنسوا ترك آرائكم ونصائحكم في قسم التعليقات في الأسفل. يمكنكم أيضا الاستمتاع ببقية الفيديوهات. نراكم بخير.